شهدت مدينة المنصورة الجديدة تنفيذ مشروعات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه، وذلك للمرحلة الأولى فقط. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير القرى والمدن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. في إطار اهتمام الدولة بتطوير المدن والقرى، أصبحت محافظة الدقهلية محط الأنظار مع التطور الذي دخل على المشهد وافتتاح مدن من الجيل الرابع مثل المنصورة الجديدة الرئة الخضراء للمحافظة. أهم حاجة اتعملت فيها دي الأيقونة بتاعتها مدينة المنصورة الجديدة. طبعا لا يخفى على حد مدينة المنصورة الجديدة وتعليمات سيادة الرئيس اللي موجودة فيها. عندك جامعة المنصورة الجديدة داخل مدينة المنصورة الجديدة، دي صرح عملاق في مجال التعليم. بالنسبة لمجال الطرق عندنا طبعا كل تطوير كل الطرق من الشوارع والميادين الرئيسية، من رافد جمصة الجديد، من الدائري اللي ربط المنصورة كلها ببعضها. تطوير العشوائيات تم تطويرهم بالكامل، وفر المواطنين حياة كريمة زي مساكن الجلاء ومساكن سندوب، زي الشوارع عندنا في المنصورة زي شارع قناة السويس كان شارع لا يصلح للمشي ولا للطرق خالص، تم تطويره بالكامل. إنجازات عديدة كتيرة جدا في محافظة الدقهلية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ضمنها تطوير العشوائيات الجلاء اللي كانت مساكن غير آدمية. النهاردة بنشوف أبراج أكتر من 11 برج في مساكن الجلاء. الدولة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية إعادة تشكيل ورسم الخريطة العمرانية تحت عنوان الجمهورية الجديدة التي تعتمد على العواصم والمدن الذكية المعروفة بمدن الجيل الرابع، وبدأت في تنفيذها منذ عام 2014. ويأتي في المقدمة مدينة المنصورة الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط. التطور طال أيضا القرى والمراكز، ففي مركز شربين وحده تم افتتاح 33 مشروعا داخل 26 قرية في إطار مبادرة حياة كريمة. محافظة الدقهلية كان لها نصيب كبير من الإنجازات دي. على سبيل المثال الحصر بالنسبة للمدن الجديدة، في مثال عندنا مدينة المنصورة الجديدة وكل حاجة موجودة فيها جديدة، زي محطة تحلية المياه البحر في المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة، والجامعة الأهلية، ومنشآت أخرى عديدة، إضافة طبعا للمساكن اللي اتعملت في الدقهلية زي مساكن الجلاء في المنصورة ومساكن حي شرق. 10 سنين اللي فاتوا دول في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهدوا الكثير من الإنجازات، وخاصة على مستوى البنية التحتية في الدولة المصرية على كافة الأصعدة، من إنشاء مدن جديدة، جامعات جديدة، طفرة في الطرق والكباري، يعني تقريبا كل البنية التحتية للدولة المصرية حصل فيها تطوير.